يدفع تكلفة التدخل العسكري الروسي في سوريا هو المواطن الروسي العادي، هو دافع الضريبة، بينما في المقابل الاستثمارات التي تحدث في سوريا حاليا تحدث مع الأشخاص المرتبطين ببوتين بشكل مباشر. نهاية 2016 تؤبن إيران دفعة جديدة من جنود حرسها الثوري ممن قتلوا بسوريا. لم تدخر طهران دعماً لدمشق في هذه الحرب، ولم تزغ عيناها كذلك عن مكاسبها. لقد منحنا سوريا من 20 إلى 30 مليار دولار، ويجب أن نسترد هذه الأموال. ظنت إيران أنها جنت أهم ثمار الحرب في مطلع 2017 مع زيارة رئيس حكومة النظام السوري آنذاك عماد خميس. انفرجت أسارير قادة الجمهورية الإسلامية بعد التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، أهمها عقد استغلال فوسفات مناجم تدمر. حتى عام 2011 كانت سوريا من الخمس الكبار عالمياً في إنتاج الفوسفات، وباحتياطي قدرته دمشق مؤخراً بثلاثة مليارات طن. الفوسفات هنالك طلب هائل عليه متزايد نتيجة دخوله في ما يسمى الصناعات التحويلية، أي الصناعات الكيميائية أو المواد المشعة مثل اليورانيوم. أيضا في يستخدم في الصناعات الحربية، ويستخدم بشكل أساسي في التعدين وفي الأسمدة. لكن الأحلام الإيرانية تتبخرت بشكل مفاجئ عندما أتمت دمشق عقدا قالت إنها وقعته مع شركة روسية نهاية 2016، أي قبل أيام من إبرام اتفاقها مع طهران، عقد وصفه خبراء بالمجحف. منحت الحكومة السورية شركة ستروي ترانس غاز عقداً حصرياً لاستخراج 2,200,000 طن من الفوسفات سنوياً لمدة 50 سنة مقابل 30% من العوائد للدولة السورية. سحب بساط الفوسفات من تحت أقدام الإيرانيين ومنحه لشركة روسية أزاح الستار عن صراع خفي بين حليفي بشار الأسد. فيما يعني تقوم الدولة الإيرانية بالاستثمار على المستويات المنخفضة، العقلية الروسية مختلفة تماماً. يعني التوجه الروسي للاستثمار في سوريا هو من خلال بناء علاقة قوية مع رأس هرم السلطة بشار الأسد، ومن الطرف الروسي تكون الاستثمارات بالدرجة الأولى من خلال يعني الأوليغارشيين، الأشخاص الذين يتحكمون بالاقتصاد الروسي حالياً.